أهلا وسهلا بيكم مواليد برج الجدي، صباحكم سعادة أو مساكم سعادة وقت ما يوصلكم الفيديو. شكرا يا مواليد برج الجدي لتفاعلكم معايا، انتوا المركز الثاني في أعلى نسبة لايك لفيديوهات الشهر الماضي شهر إبريل. شكرا ليكم وشكرا لتقديركم ليا بعمل لايك على الفيديوهات أو التعليقات، ويا سلام لو لايك وكومنت، ده يبقى تقدير كبير منكم قوي. شكرا ليكم ولتفاعلكم معايا، انتوا دايما من اوائل الابراج اللي بتتفاعل معايا. شكرا لكم يا برج الجدي، وان شاء الله يكون شهر مايو شهر سعيد عليكم جميعا. طيب هذه القراءه تناسب مين؟ زي ما بنقول كل مره في اول كل فيديو، بتناسب اللي برجهم الطالع الجدي اللي هو بيكون بساعه ميلادك. تمام، طلع الجدي ده بنعرفه بساعه الميلاد، تكون مظبوطه ودقيقه بالدقيقه والثانيه. تمام، بالنسبة للقراءة تناسب مين أيضا؟ تناسب اللي برجهم طبعا الشمسي الجدي اللي هم الجدي الأصليين اللي هم من 31/12 ل21 يناير، دول هم الجدي الأصليين. وبتناسب أيضا اللي برجهم الباطني الجدي. يعني إيه الباطني؟ يعني اللي مش عارف تاريخ ميلاده، اللي ما يعرفش ساعة ميلاده، ما يعرفش أصلا تاريخ ميلاده إيه وكاتب بس كده تاريخ ميلاد، فتناسبه من اسم الأم. البرج الباطني ده بناخد اسمك واسم الوالدة وبنعمل حسبة فلكية كده بنطلع من خلالها برجك الباطني، عشان لازم تبقى عارف ليك برج فلكي، فدي بتناسب كافة الجوانب أيضا. تمام، طيب بالنسبة بقى لي الأبراج بقى الجدي المزدوجين، تمام، دول بقى اللي هما بيكونوا من 22/12 اللي هو ديسمبر ل 30 من 22 ديسمبر ل 30 يناير، دول بنقول عنهم ما بين القوس والجدي، ناري ترابي. تمام، مزدوج واخد بالقوس شوية ومن الجدي شوية. الفئة الأخرى من أبراج الجدي المزدوجين اللي هما 22 يناير ولي 30 يناير، دول بنقول عنهم إيه؟ ما بين الجدي والدلو، ليس جدي أصلي وليس دلو أصلي. تمام، يعني طبيعتكم هنا ترابية هوائية. تمام، يفضل بقى الأبراج المزدوجة اللي ذكرت تواريخ ميلادهم دول بيستمعوا لبرجهم الطالع، تمام، أو الباطني. أوكي، طيب بالنسبة بقى لبرج الجدي عامة بقى بشكل عام، بيبدأ من 22 ديسمبر وبينتهي يوم 21 يناير. تمام، يبقى من 22/12 وبينتهوا امتى؟ بينتهوا يوم 21 يناير. هنا بنقول عنهم ايه؟ الجدي بشكل عام، لكن احنا قسمنا التقسيمات التانية، خدوا بيها عشان تبقى القراءة متناسبة معاكم وتاخدوا بالنصائح بشكل كبير. طيب بالنسبة بقى للشهر مايو معاكم يا برج الجدي، طبعا هنركز هنا على الشمس في برج الثور، طبيعة ترابية نفس طبيعتك، فبتكون هنا مرتاح، بادئ الشهر متفائل، ايجابي، نشيط، متحمس. وهنشوف طبعا الأسبوعين يعني اللي فاضلين بقى من الشهر، بتكون الشمس في برج الجوزاء، طبيعة هوائية مخالفة لبرجك، بنشوف طبعا ايه سلبيات هذه الفترة وإيجابياتها. الفترة دي هنركز على طبعا حاكم برجك وهو كوكب زحل، لازال في برج الحوت، هنشوف تأثيره عليك ايه، وبرضو هنركز على زهرة الثور تأثيرها عليك ايه بالعاطفة، وهنركز برضو هنا على قمر الجدي بيدخل في برج الجدي 25 مايو مساء، نشوف ده تأثيره عليكم ايه. هتركز الفترة دي كده بشكل عام على جوانب كتير الشهر ده، تحس ان الشهر دسم، عندك كده كذا جانب انت مركز عليه الفترة دي، جانب الزواج والشراكات، جانب السفر، جانب الماجستير، الدكتوراه، ان اطور من ثقافتي، من دراستي التعليمية، اسافر، اشتغل برا. البعض منكم هنا في دور لاخواتك المحيطين بيك، عفوا اخواتك، يعني ليك دور انت مع اخواتك الاصغر منك بالسن، ليك مهمة مع اخواتك، انت محتاج لاخواتك الفترة دي في حاجة، او هم ليهم دور في دعمك عائليا. كمان الفترة دي هتركز على صحتك، وهتركز طبعا على وضعك المهني، وبتركز على ذاتك. يعني الفترة دي أنا بقى هتكون أنانيتك إيجابية، أركز على ذاتي، أطور من نفسي، أشوف إيه اللي أنا كنت بدأه ما كملتوش، أشوف إيه المشروع اللي أنا بخطط أعمله، أطور من نفسي، أغير من شكلي، لو تخنانة أخس، المهم أعمل حاجة جديدة وأحب ذاتي وأقدر ذاتي وما أدخلش علاقات سامة. ده بالنسبة للعاطفة، أو عامة حتى في الأصدقاء، في المحيط القرايب، العيلة، بتتجنب بقى هنا الناس السامين وبتركز على ذاتك أكتر، فدي بنسميها أنانية ولكن إيجابية. أوكي،
كمان بتركز الفتره دي على وضعك المالي طبعا، بتشوف بقى اخر اسبوعين في الشهر اوضاعك الماليه ايه، وضعك المالي وصل لايه، وبتركز برضو على البعض منكم هنا يعني اللي عنده عمليات جراحيه بيركز الفتره دي حدد لها تاريخ مناسب، او البعض منكم عنده عمليات خلال هذه الفتره للي عنده حاجه زي كده. كمان بتركز على علاقاتك العاطفيه والحب والارتباط، البعض منكم ممكن بيفكر في خطبه خلال هذه الفتره. تمام، طيب ناخد بقى فتره كده من 1 مايو صباحا ل 5 مايو صباحا نشوف ايجابيات وسلبيات هذه الفتره معاك. طيب 1 مايو صباحا ل 5 مايو صباحا نشوف هنا، هنركز على اتصالات زحل. هنشوف هنا الفتره دي ايجابيه معاك يا برج الجدي في العمل، يعني شايفه وضعك العملي هنا بعد فتره ضغوط بعد فتره توترات، شايفه هنا بتصل لهدفك العملي، سواء هنا بالذات اللي هم اصحاب العمل الخاص، يعني لو انت هنا صاحب شركات فعايز تفتح مشروع بتخطط ان انت تعمل مشروع من حر مالك، فانا شايف الفترة دي فترة ارباح مالية ليك بشكل كبير، بالذات اللي هم اصحاب البزنس او رجال الاعمال من برج الجدي. كمان شايف الفترة دي داعمة جدا لغير العاملين او اللي مش في شغل، بيلاقي وظائف او بيلاقي مجالات عملية متوفرة متعددة في كذا تخصص او في كذا مجال، او فرص العمل بتبقى متعدده. تمام، بتختار الافضل او الاحسن ليك ايه وبتقدم، بتلاقي بشكل كبير قبول، او بتلاقي لو عملت اي انترفيو في الفتره دي بيقبلوك او بياخدوك ايه تتعين عندهم بشكل سريع، يعني هتبقى الطاقه مش بطيئه، بتبقى في ضربه حظ ليك في الفرص العمليه الجديده المناسبه ليك ماليا ايضا. كل العروض بتحس ان هي متناسبه، الخطه الماليه اللي انت حاططها، الراتب اللي انا بقبضه ايه، هرتاح في الشغل ولا لا، بتلاقي الفرص دي كتيره متوفره معاك في الفتره دي. كمان شايفاها فتره ايجابيه معاك للشراكات مع اخواتك الاكبر منك بالسن، او صديق مقرب منك او زميل ليك في شغلك. كمان شايفه ان هنا البعض منكم بتنمي موهبه او حرفه بقالك فترة مأجلها أو مكسل تنميها، أو بقالك فترة هاملها، بترجع بقى تنشطها وتهتم بيها وبتنمي الموهبة دي. بتفكر مثلا إن أنت تقدم حاجة تفيد بيها الناس، بتفكر إن أنت مثلا تفتح عيادة، بتفكر إن أنت مثلا أعمل مشروع صغير كده أبتدي بيه أشوف رزقي إيه، فما تأخرش أحلامك أو طموحاتك، لأن زحل اتصالاته إيجابية جدا في الفترة دي. كمان شايفة الفترة دي هنا مناسبة للدعاية والإعلان أو الباحثين عن الشهرة، أو إيجابية أيضا بإنك تقدم حاجة بنفسك للآخرين، بالذات اللي بيشتغلوا في مجالات تسويق مبيعات أو دعاية وإعلان. تمام، كمان هنا أصحاب الأعمال أو أصحاب رجال الأعمال أو سيدات الأعمال من برج الجدي، أنا شايفة الفترة دي كمان لو شركتك تسويق أو بتسوق لحاجة، أو شركتك أي مع البيع والمبيعات والتارجت بتحققه خلال هذه الفترة، بتلاقي الموظف نشط مهتم بشغله، فبيأدي يعني عمله، بيحقق التارجت اللي أنت منتظره، أو بيدخل لك فلوس الليمت اللي انت حاطه مثلا خلال الشهر ده. كمان شايفه الفتره دي كويسه للعمليات الجراحيه الكبيره وللقرض، وايجابيه ايضا للقضايا، اللي عنده قضايا في التواريخ دي برده متناسبه معاهم، وشايفه برده الفتره دي حلوه للشراكات الجديده اللي لسه بقى بادئين شراكات جديده. ظهرت الثور بتخليك عقلاني في العلاقات، بتخليك بتفكر بالعقل وبترمي العاطفه كده على جنب وتخطط بعقلك، يعني ماشي بعقلك بالحاجة اللي أفضل ليا إيه؟ إيه القرار المنطقي اللي أنا أقدر أخده في العلاقة اللي أنا فيها؟ أنا مش همشي ورا قلبي الشهر ده، أنت مخطط كده. ظهرت الثور بتدعم الجانب ده عندك. الفترة دي برضو يا برج الجدي عندك 1 مايو مساء ل 5 مايو مساء، الفترة دي نشوف هنا إيجابية معاك في إيه وسلبية في إيه. زحل الحوت، أنت عندك هنا جذور عائلية، يعني عندك علاقاتك الاجتماعية بتساندك في مشكلة معينة، اخواتك قرايبك معارفك بيساندوك في مشكله او بيقفوا جنبك في محنه، او بتلاقي مساعدات منهم، البعض منكم مساعدات عمليه، البعض منكم مساعدات عاطفيه، او فرص ارتباط واستقرار من محيطك الاجتماعي، او ممكن الفتره دي بتخطط ان انت واخواتك تنقلوا من بيت لبيت. تمام، او بتدخلوا شراكه انت واخواتك في حاجه تدخلوا فيها مع بعض بحيث يبقى المكسب بالنص، فالفتره دي داعمه لكده جدا. كمان شايفه ان في دور لاخواتك في مواقف حياتيه بتمر بيها، هيدعموك هيساندوك هيحلوا ازمه هيحلوا مشكله عندك، بالذات لو للمتزوجين او مشاكل عائليه.
شايفة لازال لازالت طاقة المتزوجين هنا، لازالت في طاقة اندفاع، غضب، مشاكل. يعني شايفة برضو ان المتزوجين هنا وضعهم احيانا بيبقى up and down، يعني بيبقى احيانا بيبقى زي الفل وبعدين الدنيا تتقلب. فلازالت المريخ هنا بيديكم الاندفاع او طاقة الغضب، احتمال البعض منكم بتاخدوا قرارات متسرعة بالانفصال من الشريك. يعني شايفة المتزوجين في الفترة دي في زعزعة كده بينهم، او مشاحنات او مشاكل سببها الاندفاع والتهور في القرار. كمان فترة كويسة هنا للباحثين عن الحب والارتباط، فرص جديدة للارتباط والاستقرار لغير المرتبطين، عرض وظيفة عن طريق الأسرة أو العيلة أو القرايب بيدعموك بوظيفة متناسبة معاك، وضعك المالي هنا مناسب للشراء للانتقال من بيت لبيت، وضع دعم أيضا للسفر الداخلي، عندك حركة انتقال هنا من محافظة لمحافظة في داخل بلدك أو من منطقة لمنطقة في داخل بلدك. شايفة ان انت بتحط فلوسك هنا في حاجة استثمارية او فترة مناسبة هنا للشراء الغالي بشكل عام. الفترة اللي بعد كده اللي هي 5 مايو صباحا ل 10 مايو صباحا، الفترة دي ايجابية وسلبية معاك ايه يا برج الجدي؟ ايجابية في الدعاية والاعلان والشهرة، انك تلقي او تقدم حاجة بنفسك للناس بتبقى مقنع. كمان شايفة الفترة دي حلوة للقضايا، لأخذ قرض من بنك، أو إن أنت اللي عنده عمليات جراحية كبيرة في الفترة دي، في عنده نسبة شفاء أو تحسن صحي بشكل كبير، أو لو في عملية ولادة بتبقى متيسرة وسهلة ليكي. كمان شايفاها فترة حلوة للسفر سواء بعيد أم داخلي. أيضا فترة إيجابية للشراكات وفرص العمل واستقرار عملي إلى حد ما. الفترة اللي بعد كده 5 مايو مساء ل 10 مايو مساء، طيب زحل الحوت هنا بيدعم الفرص العاطفية الجديدة. أغلب الفرص العاطفية اللي هتجيلك الفترة دي هتبقى مستقرة، هتبقى ثابتة، بتختار الشريك المناسب ليك، أو على الأقل العلاقة مستقرة ومقتنع بيها بعقلك، أو بتلاقي الشريكة المتناسبة معاك. أغلبيتكم بتلاقوا الشريك ده عن طريق المحيط الاجتماعي أو القرايب أو العيلة، البعض الآخر من محيط العمل. تمام. طيب الفترة دي برضو متناسبة معاك للتحسن المزاج، يعني عندك هنا بقى مزاجك أحسن، مزاجك أفضل، لكن حاذر الغيرة والحسد من القرايب. في عندك كشف أقنعة لحد من قرايبك، لا سمح الله مثلا بتلاقي شماتة، بتلاقي منهم مثلا عاملين حبايب وتقع في زنقة ما بيقفوش جنبك. في عندك كشف أقنعة هنا لناس بتغير منك أو بتحسدك من بيئة القرايب. احتمال البعض منكم كمان العيلة أو القرايب هي اللي متدخلة بطاقات سلبية كسحر وتعطيل أو نظرة حسد بتعطل حاجات كتير في حياتك. فأنا شايفة الفترة دي بلاش تدخل في مود سلبي أو أفكار سلبية شوية بسبب نظرة غيرة أو حسد من أحد الأقارب. فترة كويسة للدعم المالي، في مفاجأة مالية هنا أو الوضع المالي، نقدر نقول هنا إن في تدبير مالي أو مفاجآت مالية خلال الفترة دي. فلوس بترجع لك متأخرة، بقالك فترة بتطالب بحقك وبيتأخروا عليك في الرد، فشايفة ان وضعك المالي هنا في رد بيفرحك ماليا او خبر مالي مفرح بالنسبة لك. 10 مايو صباحا ل 15 مايو صباحا، الفترة دي زحل هنا عمل قران مع نبتون في الحوت. طيب داعمة للسفر الداخلي والخارجي، فترة داعمة هنا للعمل وأيضا للشراكات وأيضا لتطوير موهبة أو حرفة أنت بتحبها، تطورها أو تنميها أو تبتدي تشتغل على نفسك فيها. فترة حلوة هنا للدعاية والإعلان أو الشهرة، أو إنك تقدم حاجة بنفسك للآخرين بتبقى لابق أو مقنع، أو بتجيب مشاهدات عالية على الفيديو اللي بتنزله في هذه الأوقات. الفترة اللي بعد كده اللي هي من 10 مايو مساء ل 15 مايو مساء، الفترة دي إيجابية وسلبية في إيه؟ إيجابية معاك في الارتباط والاستقرار، البعض منكم هنا في خطوبة، استقرار، زواج تقليدي مثلا بيقلب الموضوع لخطوبة، أو في رسميات، في علاقات رسمية هنا بتترسم، مخطوبين فيبقى كاتب كتاب مثلا. شايفة الفترة دي في مناسبات سعيدة ليكم يا برج الجدي. كمان شايفة الفترة دي في دور لعيلتك وقرايبك في دعمك ماليا او دعمك نفسيا، او يقفوا جنبك في مشكله في محيطك ايا كان بقى، عندك مشكله في شغلك،
مشكلة مثلا بينك وبين زوجك، أو بينك وبين زوجك، أو بينك وبين مراتك. ففي تدخلات عائلية هنا بتحاول تصلح الأمور. فترة كويسة هنا للمال والتدبير المالي أو الادخار المالي والشراء بقى. يعني لو أنت محوش فلوس بقالك فترة عاوز تشتري حاجة، أو بتخطط إن أنت تجيب حاجة بقى غالية تشيلها للزمن، بتخطط تحط فلوسك في شهادات، بتخطط إن أنت مثلا تشتري شقة، عربية، موبايل، أيا كان، هنا فترة شراء إيجابية مش سلبية معاك خالص. يعني كمان هنا اللي عندهم تسويق ومبيعات، ودي شركتك بتقوم على التارجت اللي بيتحقق خلال الفترة دي، فالموظفين عندك بيقدروا، يا رجل برج الجدي رجل الأعمال أو سيدة الأعمال، بيتحقق التارجت أو المدخول المالي اللي أنت متوقعاه بالظبط بيدخل للشراء للعمل الخاص بتاعك. 15 مايو بقى صباحا ل 20 مايو صباح، نشوف هنا اتصالات زحل لا زالت إيجابية هنا في الشراكات، في دور لإخواتك الأكبر منك هنا في دعمك. ممكن البعض منكم أخ أكبر يجيب لك فرصة سفر تروح تشتغل معاه مثلا في الدولة اللي هو مسافر فيها. كمان هنا طلبة الماجستير والدكتوراه عندكم تفوق ونجاح دراسي، وكذلك طلاب الثانوي والابتدائي والإعدادي. فترة حلوة هنا للخروج بقى من طاقات سلبية، البعض منكم خروج من مستشفى بعد فترة صراع مع مرض أو خروج من سجن. كمان فترة حلوة للقضايا، اللي عنده قضية هنا بتبقى لصالحه أو على الأقل بتتأجل للطرف الآخر، فده برضو بيبقى لمصلحتك إن الموضوع بيتأجل. المهم المكسب بيعود ليك أنت في الآخر، وفترة مناسبة إن أنت أصلا ترفع دعوى قضائية تطالب بحقك هنا. تمام. طيب الفترة اللي بعد كده اللي هي من 15 مايو مساء ل 20 مايو مساء، نشوف. طيب الفترة دي إيجابية للعلاقات والارتباط والاستقرار، فرص عاطفية لغير المرتبطين. في عندك هنا بقى ايه، انا بقى معايا فلوس ومظبط نفسي كده، اما اسافر انا وصحابي، ادلع نفسي، اصرف، اشتري حاجه بقى كان نفسي فيها من زمان، حاجه غاليه كده ادلع نفسي، حاجه براند. في عند البعض الطاقه دي. شايفه هنا مفاجاه ماليه او وضعك المالي مفرح، او انت بتبقى مبسوط هنا من الدخل المالي اللي جاي لك الفتره دي. تمام. الفتره اللي بعد كده اللي هي من 20 مايو صباحا ل 25 مايو صباحا، اي حاجه انا ما ذكرتهاش سلبيه في الفتره دي فتبقى ايجابيه، واعملها وانت مطمن. اللي ذكرته ايجابي ده بيبقى بنسبه اعلى في الفتره دي، انسب وافضل. تمام. طيب لا تنسوا اللايك. وفي عندنا قراءات مجانيه بتكون على 20 مايو، ده بس اللي بيبقى متفاعل معايا هو اللي باخد سؤاله. وفي عندنا قراءات خاصه مدفوعه برسوم، دي بتكون بالتواصل مع الادمن عبر الفيسبوك، نفس اسم اليوتيوب، نفس اسم الصفحة اللي هي الخبيرة الفلكية ومدربة التنمية البشرية إيمان القاضي. تمام. طيب بالنسبة بقى ل 20 مايو صباحا يا برج الجدي ل 25 مايو صباح، الفترة دي مناسبة معاك في الشراكات والعمل والفرص العملية الثابتة. يعني لو انت هنا بتتدرب ومستني ان الشغل يثبتك فبتتثبت، لو انت مثلا عاوز تنقل من شغل هيجي لك عرض افضل واحسن فبتنقل وانت مطمن. المهم انا شايفه استقرار عملي ومالي ليك الفتره دي رائع بالنسبه لك. كمان شايفه الفتره دي خروج من سجن او خروج من عوده من نفي او خروج من مستشفى. كمان بتخرج هنا بقى من افكار سلبيه كانت بتحاوط عقلك الباطن، وبتخرج بقى من حسد وطاقات سلبيه واسحار كانت بتعملك عكوسات في حياتك. فترة مناسبة هنا للمطالبة بحقك سواء ورث أو قضايا. صحتك هنا بتتحسن لو أنت مهتم أو أنت بتتابع مع طبيب، فصحتك بتستجيب أو بتتحسن للعلاج. 20 مايو مساء ل 25 مايو مساء فترة إيجابية أيضا للعلاقات والارتباط والاستقرار، الشراكات بينك وبين أخواتك أو تدخل شراكة أنت وحد من عيلتك بتثق فيه أو من قرايبك. فترة حلوة أيضا هنا للتقديم في الجامعات أو تفوق ونجاح لو في امتحانات، اللي في ماجستير دكتوراه بيتفوق أو بيعدي أو بينجح فيه. كمان فترة حلوة هنا لإنك تدرس تطور ثقافتك، تاخد كورس تعليمي تنوي تنمي بيه مهاراتك التعليمية أو المهنية. كمان فترة حلوة هنا أيضا لازال وضعك المالي ثابت مستقر، على الأقل بتقدر تحوش من اللي معاك، أو على الأقل يعني مش بتصرف من اللي معاك، بيبقى الحال كده مستقر، نقدر نقول إنها ماشية بالستر كده. البعض الآخر ما شاء الله الوضع المالي عنده معدي أو أعلى على حسب أنت مستواك إيه.
طيب بالنسبة بقى ل 25 مايو صباحا ل 30 مايو ل 31 مايو، لأن الشهر ده 31 يوم، ل 31 مايو بقى إيه صباحا. الفترة دي طبعا الشمس في الجوزاء، طبيعة هوائية مخالفة لبرجك الترابي، فبتكون الفترة دي حاسس إن الشهر بيجري كده سريع، عاوز تنجز أعمالك يلا بسرعة، الشهر لحق خلص، إيه ده بقينا 25، بتكون في الطاقة دي. زحل الحوت هنا بيحذر البعض من عمليات، يعني مثلا لو الفترة دي بتخططوا إن انتوا تعملوا حقن مجهري أو بتفكروا إن انتوا تخلفوا الفترة دي مثلا، ففترة مش إيجابية للخطوة دي. كمان لو في عملية ولادة هنا فبتتعثر أو بتتأخر أو يفضل تأجيلها، لو هتتم فيفضل إن إيه على الأقل يبقى فترة مسائية مش في فترة صباحية. تمام. طيب بالنسبة بقى للفترة دي مناسبة للقضايا، مناسبة للشراكات، مناسبة للعقود الزواج، ومناسبة أيضا للعمل والفرص العملية الثابتة المستقرة. البعض منكم هنا ترقية مكافئات في عملك أو حاجة منتظرها بقالك فترة، يزودوك في راتبك، مكافأة، تترقى من درجة لدرجة. تمام. بالذات اللي بيشتغلوا في مجالات عسكرية أو رياضية أو مجالات ليها علاقة بأصحاب المطاعم والكافيهات، ممكن هنا لو أنت بتشتغل فتترقى درجة أعلى، تبقى مدير المطعم مثلا أو تبقى مدير المكان كمثال، أو اللي بيشتغلوا في مجالات تعليمية. تمام. طيب الفترة دي كمان مناسبة هنا لكمان المجالات العملية دي، بتلاقي فرص شغل فيها كتير، سواء مدرب جيم، تشتغل في مطعم، تشتغل في سوبر ماركت، ممكن تشتغل في حاجة ليها علاقة بالتعليم أو سنتر تعليمي أو تمام. انا مش عارفه لقيت الفيديو سكت. تمام. فالفتره دي بس حذاري من ايه، من الاسراف في الطعام او ان انت تزود في اكلك. هعيد الجزئيه دي تاني ليكون الفيديو كان قفل. الفتره دي مناسبه لمجالات العمل تعليم، مجالات عمل خاصه بالغذاء او الصحه، مجالات عمل الرياضه. تمام. بتلاقي الفتره دي فرص عمل في هذه المجالات. التحذير الوحيد اللي تاخد بالك منه الفتره دي هو التسرع بإنهاء علاقة عاطفية بسبب شكوك أو مخاوف أو قلق. السبب التاني أو التحذير التاني، لا تفرط في الأكل أو الطعام، أو إن أنت البعض منكم هنا تحذير من اللي بيفرط في ملذات جسدية أو علاقات محرمة أو عادات سلبية. هنا يفضل بلاش تبقى مفرط بسبب بقى فلوسك تمام ووضع مرتاح فبتلجأ لده، فتحذير هنا من إن أنت تأذي نفسك بعادات سلبية. 25 مايو مساء ل 30 31 مايو مساء، الفترة دي هنا هنشوف طبعا لازم نركز على القمر الجدي. طيب قمر الجدي هنا بيدعم الصحة، بيدعم وضعك المهني جدا، بيديلك ثقة، كاريزما، حضور، بتبقى انت لا من ضمن المتقدمين بالعمل، انت اللي بتلاقي القبول. كمان فترة حلوة للفرص العاطفية لغير المرتبطين، استقرار، زواج للبعض. تمام. شايفة الفترة دي برضو تحذير هنا من البعض منكم لو عنده أخ أصغر مسجون أو أخ أصغر عليه ديون، ممكن الموضوع يوصل بيه لسجن بسبب الديون دي، أو بيفكر في سفر مثلا فأموره بتتعثر، أو لو جاي من سفر فأموره بتتعطل أو بتتأخر. البعض الآخر يعني ممكن يعني لا سمح الله خبر مش حلو يخص حد من العيلة أو القرايب، او حد يعني يهمك امره من محيط العيله والقرايب. تمام. طيب شايفه الفتره دي اخوك الاصغر منك محتاجك، محتاج دعمك او محتاجه دعمك، تقفي جنبها تسنديها. كمان الفتره دي شايفاها مناسبه للشهره والظهور، وان انت تقدم حاجه بنفسك للاخرين، بتبقى لبق ومقنع وقادر ان انت تقدم المعلومه بشكل ايجابي، اذاعه، صحافه، تسويق، مبيعات، خدمه عملاء، ايا كان مجال شغلك ايه. تمام. بتطلع بقى من طاقة التفكير العقلاني في العلاقات للتهور والجنون. البعض منكم بيتعدد في علاقاته وفرص عاطفية كتير حواليك، بتتردد ومنتش عارف تختار مين ولا مين، فبتلاقي هنا فرص كتير، فبتبقى الطاقة عندك هوائية لأن الزهرة دخلت برج الجوزاء. بيبقى عندك هنا بتبقى مزاجي شوية في العلاقات، ممكن البعض منكم يتعدد في علاقاته، ده للبعض منكم طبعا، فيعني تحذير من هذه الإيه، تحذير من هذه الطاقة العاطفية، عروض عاطفية كتير، فانت هتبقى مش عارف تبقى مع مين ولا مين، ده العازب او العازبة من برج الجدي. تمام. طيب الفترة دي برضو مناسبة للصحة، ومناسبة ايضا هنا للدخول في علاقة عاطفية مستقرة ثابتة، ده للعلاقات العاطفية مرتبط من قبل كده،
العلاقة اللي انت فيها بتبقى ثابتة مستقرة ماشية بالاتجاه اللي انت عاوزه، لكن تجنب المزاجية مع الشريك. تمام. طيب الفترة اللي بعد كده اللي هي 31 مايو صباحا، نشوف الفترة دي ايجابية في ايه. طيب زحل والقمر هنا في الحوت عاملين قران، يعني هما الاتنين في البيت التاني، ده معناه ايه؟ وضع ايجابي للعمل، مفاجآت عملية، ترقية، مكافآت، انتقال لدرجة اعلى، منصب اعلى، المهم فيه هنا مفاجأة بالعمل. المفاجأة التانية ان الشراكة بقى اللي انت لسه هتفتحها جديد مع صديق او مع اخوك الاكبر بيبقى فيها مكاسب وارباح فوق ما انت متخيلها ومتوقع. فترة حلوة للشهرة، للظهور، انك تقدم حاجة بنفسك للاخرين، بتبقى لابق ومقنع بشكل كبير. 31 مايو مساء فترة ايجابية هنا ل اللي عنده مشاكل صحية يراجع طبيب، او اعمل فحوصاتك، اعمل فحص دم، اعرف ايه الفيتامينات اللي ناقصة في جسمك، او اعرف ايه الخلل اللي عندك، يعني اعرف ايه المشكلة اللي عندك الصحية وعالجها بشكل اسرع. البعض منكم هنا فترة ايجابية ايضا للعلاقات، لفرص الارتباط لغير المرتبطين، وفترة كويسة هنا للسفر والتنقلات وللقضايا، ووضعك المالي نقدر نقول انه مستقر ومرتاح الى حد ما لحد اخر الشهر. تمام. طيب ده بالنسبة للايه الخارطة الفلكية بالنسبة لك. ندخل بقى نشوف رجل برج الجدي العازب وضعه ايه هذا الشهر. نشوف رجل برج الجدي العازب وضعه ايه في هذا الشهر. رجل برج الجدي العازب وضعه ايه في شهر مايو 2024. شايفة هنا ان رجل برج الجدي امن استقراره المادي، وضعك المادي متوازن، فبتبتدي هنا تعرض حب او تبتدي قصة عاطفية مع امرأة انت اصلا مراقبها من زمان. البعض منكم انت معاها اصلا من 4 سنين بتكراش عليها وساكت. كل ده ليه؟ ام حقق استقراري. طبعا انت طاقتك زحل يعني حاكم برجك، فانت بطيء ماشي بالراحة خالص، فممكن تكون البنت دي انت معاها بقالك 4 سنين وما بين اون نو اوف. انت شايف بقى ان العلاقة دي خلاص جات فرصة ان انا اتقدم او اعمل خطوة او ابتدي بقى ايه اقرب منها عاطفيا، لاني مستقر ماديا وطالب الاستقرار. فانا شايفة ان انت هنا في بنت بتكراش عليها، ممكن تكون مشهورة معروفة، ممكن يكون برجها اسد، جدي، ثور، عذراء، حوت، سرطان، عقرب. انت مركز معاها وعاوز بقى ايه تبدأ تعرض عليها الارتباط او الاستقرار. ممكن البعض منكم في عمل، البعض منكم علاقة عبر الانترنت اصلا وبتراقبها من زمان. رجل برج الجدي هنا انا شايفة ان في انت جاي بقى من سفر، فعندك عروستين معروضين عليك من العيلة والقرايب، يعني شوف دي ايه رأيك، شوف دي ايه رأيك، يعني شايفة محيط العيلة والقرايب وبالذات الام جاي بالك عروستين بتختار ما بينهم او بتشوف مين الانسب والاحسن ليك، لكن نهاية المطاف بتختار علاقة رايحة للارتباط او بيتم خطوبة ليك، لان انت شايف نفسك في وحدة او ممكن تكون انت مطلق، فاهلك عاوزين بقى ما تقعدش في طاقة اهمال ووحدة وانك تبقى قاعد كده منعزل ومكتئب، فعايزين يخرجوك من المود ده بارتباط سريع او زواج سريع. رجل برج الجدي الاعزب بتعاني من الجن العاشق، مأثر على طاقتك وبيخليك ما بتلتزمش في العلاقات. يعني في رجل برج هادي جدي هنا ندي نصيحة، انت بقالك 5 سنين بتعاني من الطاقة دي وانت مش حاسس. الطاقة دي مس عاشق او جن عاشق، طب ده معناه ايه؟ يعني الجن لما بيلبس الجسم بيعشقه، فلا بيتجوز ولا بيرتبط، بيبقى قاعد كده. فالطاقة دي لازم تتشال عشان تقدر تلتزم، محتاج شفاء هنا عشان تقدر ترتبط وتستقر. واحتمال على فكرة انت تكون دخلت علاقات جسدية فقط، اللي بتنجح فيه العلاقات العابرة الجسدية اللي قايمة على الشهوة والملذات الجسدية لأنها مش رايحة الحلال، فبتتسهل عشان دي طاقة سلبية مؤثرة عليك، فلازم تخلص منها عشان تقدر تستقر وترتبط. نشوف امرأة برج الجدي العزباء. امرأة برج الجدي العزباء وضعها ايه في شهر مايو 2024. في امرأة برج الجدي هنا عاملة بلوك لشخص وبتراقب، يعني انت عاملة له بلوك وبتراقبيه. الشخص ده كان حنين كان طيب، لكن انت اتقفلتي منه بسبب ربط او تعطيل عليكي، فجأة اتقلبتي كده على العلاقة وحسيتي ان الشخص ده
مش عايزاه، وطنشت العلاقة وأهملتي هذا الشخص، اتقلبتي عليه مرة واحدة كده. ليه؟ بسبب ربطه وتعطيل عن الارتباط. ممكن كمان الشخص ده قالك نتخطب، كلمت والدتي عاوزة اتقدم، انتي فجأة لقيتي نفسك بتعقدي الموضوع وبتطلعي فيه القطط الفاطسة كده، المهم تبوظي الموضوع وخلاص. انا شايفة ان الشخص ده بيعاود رجوع ليكي، فنصيحتي ليكي هنا تشيل الربط والتعطيل اللي عليكي اللي مأخر جوازك ده عشان الشخص ده يدخل ويخطبك العام ده. فدي نصيحة هنا للبعض. امرأة برج الجدي العزباء شايفة ان انتي شخص بيقولك اديني فرصة او افتحي معايا صفحة جديدة لو سمحتي، ده يا اما جاي من سفر او كانت علاقة عبر الانترنت، والشخص ده خيب املك وخذلك كتير وتعب قلبك، فالشخص ده عايز فرصة جديدة او عاوز ان انتي ايه تديله فرصة. تمام، بيشوف صورك ندمان، حاسس انه خسرك، عاوز يرجع العلاقة دي تاني، فنصيحتي اديه فرصة لانه داخل جد، او العلاقة دي كارمية يعني كانت كارمية، اتعلمتوا درس وراجعين بقى بطاقة ايه بداية جدية. تمام، امرأة برج الجدي العزباء شايفة ان امرأة برج الجدي هنا حققت شفائها، وشايفة ان انت عندك زواج وارتباط اصلا اخر السنة مع شخص ايه مشهور او معروف، شخص عادل بيحب العدل ما بيحبش يظلم الست اللي معاه. ممكن تكوني كمان انت مطلقة بطفل اصلا وحققتي شفائك من العلاقة السامة دي، فشايفة ليك ارتباط وزواج اخر هذا العام، والشخص ده حنون وطيب وهيرعى اولادك او اطفالك. العزباء اللي ما عندهاش اولاد، فانا شايفة ان في استقرار وارتباط ليكي من شخص هتبقي مبسوطة انه جالك. ممكن تكوني الشخص ده اصلا انت بتكرشي عليه، معجبة بيه اصلا، وهتفرحي بالعرض او بطلبه الواضح والصريح بالاستقرار معاكي. ممكن تكونوا بتتكلموا كصداقة مثلا، فانت هتبقي سعيدة ان هو عنده مشاعر تجاهي وطلبني للارتباط، انت كنت شاكة في مشاعره تجاهك، فطلب هذا الشخص هيخليكي تتفاجئي وتبقى مفاجأة تفرحك. امرأة برج عفوا رجل برج الجدي المرتبط او اللي في علاقة حب، وضعه ايه هذا الشخص؟ رجل برج الجدي اللي في علاقة حب، شايفة ان رجل برج الجدي هنا بيراقب حبيبته مراقبة مكثفة، يعني قاعد بقى هنا انا خلاص البنت دي عجباني والبنت دي شايفها ارتباط واستقرار وزواج، فانت قاعد بتراقبها بتتتبعها، احتمال تكونوا اصلا مرتبطين ولكن يعني في برود، ما تتكلموش، العلاقة فجأة فيها صمت، كنتوا ماشيين والعلاقة زي الفل فجأة تعقدت، يعني انتوا ممكن تكونوا مع بعض سنة والعلاقة فجأة وقفت في النص، لا انتوا عارفين مع بعض ولا انتوا سايبين بعض، البنت حتى قاعدة محتارة يعني انت معايا ولا سايبني ولا عايزني، ده كله بسبب في سحر عليك وربط. تمام، هو اللي مخلي العلاقة واقفة ومعقدة كده. البعض الآخر ممكن السحر والربط ده معمول ليك من علاقة سابقة مخلياه حياتك واقفة كده، أو ارتباطك بالست دي مش هيتم إلا لما تشيل طاقة السحر دي. البعض الآخر أنت مرتبط بواحدة من كتر ما أنت مجننها ومش فاهمة العلاقة رايحة بيك وبيها على فين، هي عملت لك سحر أو تعطيل عن أي واحدة تتجوزها غيرها، فاهمني؟ فأنت بتحس كده أن أنت ساعات عايزها وساعات مش عايزها، قلقان بتراقبها شاكك فيها، أنت مش عارف في إيه، الموضوع كله أن أنت حاسس ان في طاقه غلط متواجد فيه. البعض الاخر بقى اللي مفيش عليه طاقه سحر ولا ربط والعلاقه كويسه، العلاقه هنا المشكله عندك انت، انت عليك تعطيل او ربط من الزواج مخليك مخلي العلاقه دي واقفه، لا بتقدم ولا بتاخر، لكن شايفه فيها ارتباط واستقرار بطيء يعني ممكن خلال سنه من الان. تمام، رجل برج الجدي المرتبط او اللي في علاقه حب او خاطب، نشوف وضعه هذا الشهر ايه. شايفة ان خلاص يعني كارتين جابوا من الاخر، شايفة ان انت خلاص في علاقة مع امرأة بتتمناها وبتحبها وشايف مستقبلك معاها، وشايفة ان انتوا اصلا محددين مخطوبين وجوازكوا الشهر ده خلاص محددين، او انتم مرتبطين وخلاص داخل تخطب البنت دي رسمي او داخل تطلب اهلها رسمي. رجل برج الجدي اللي مرتبط في علاقة حب او خاطب، شايفة برضو علاقة تانية هنا، انتوا كنتوا يعني هقول لك انت كنت واخد بريك من البنت دي، بتدرس بتذاكر، كنت مركز في طموحك في سفرك في مستقبلك، ورجعت بقى حققت الطموح ده، فانت دلوقتي حاسس ان البنت دي معلقها،
فانا شايفه هنا ان انت بتاخد خطوه الاكتمال. يعني ايه؟ بتتقدم، بتاخد خطوه جديه رسميه، اختبرت مشاعرك في العزله عن البنت دي، لقيت نفسك بتحبها وعايزها، فشايف ان العلاقه دي لازم تروح للفرحه، للسعاده، للارتباط. تمام. طيب نشوف بقى الطاقه اللي بعد كده. امرأة برج الجدي المرتبطة أو اللي في علاقة حب أو المخطوبة. امرأة برج الجدي اللي في علاقة حب أو مخطوبة مثلا، شايفة إن في توأم روح هنا، علاقة توأم روح، مترابطين، متكاتفين، فيها بعض الشكوك والمخاوف كده شوية بيدخل قلبك. ممكن الشخص ده انتي مخطوبة ليه وهو مطلق، فانتي خايفة يرجع لطليقته، خايفة يحن للزوجة السابقة، فانتي قلقانة من العلاقة دي. فشايفة ان الشريك ده مش هيرجع للعلاقة دي، ما تقلقيش، متمسك بيكي وشايفك في مستقبله، ولكن حذري من طاقات سلبية بتحاول تتعمل للتفريق بينك وبين هذا الرجل عشان الموضوع ما يكملش. ممكن زوجته الاولى عارفة، او عارفة ان هو خاطب اصلا او متجوز عليها، فعايزة تفرق بينك وما بينه باعمال او بطاقات سلبية. امرأة برج الجدي المرتبطة او اللي في علاقة حب. طيب شايفة ان في شخص انت مرتبطة بيه، امه مسيطرة عليه، يعني انت مرتبطة بشخص طفولي ومامته مسيطرة عليه جدا، وهي اللي بتمشيه وهي اللي بتقوله اعمل ده واعمل ده واعمل ده. فانت بصراحة حاسة ان العلاقة دي جبتي اخرك منها، ومش قادرة تستحملي طفولة هذا الشخص ومواقفه الغير واضحة معاكي ومامته. هي على فكرة يعني مثلا انتوا متفقين على الخطوبة وانتوا اصلا مخطوبين، وانتي على فكرة حاسة ان العلاقة دي مفيهاش مستقبل وقلقانة من مستقبل العلاقة دي ومتشتتة، انتي مش مرتاحة للعلاقة دي. ومامته على فكرة شكلها امرأة مسيطرة وقوية، واحتمال تكون بتتعامل بالطاقات. طب العلاقة دي رايحة على فين؟ مكملة، يعني العلاقة دي مكملة، فيها حب، فيها استقرار، رغم القلق والرعب اللي انتي فيه، لانه بيحبك جدا وعايزك ومتمسك بيكي. انتي مرتاحة في العلاقة، لكن المشكلة هنا ان الشخص ده وداني لأمه او مامته بتأثر على قراراته، فللأسف العلاقة دي مكملة رغم هذه الطاقة. فدي يعني خلي بالك منها، مش حلوة في العلاقات. فكري بعقلك مش بعواطفك. امرأة برج الجدي اللي في علاقة حب او مرتبطة، شايفة هنا ان في يعني خلاص بقى في شخص انتي مرتبطة بيه شك فيه، حاولتي ان انتي بقى تقولي له ايه، إيه انت جد ولا لا، هترتبط بيا ولا ايه، بتجسي نبضه كده. فشايفه الشخص ده هيجي يتقدم لك، ولكن المشكله هنا بقى في ايه؟ في العيلتين، في مشكله هنا عائليه من عيلته وعيلتك. طلبات الارتباط، طلبات الاستقرار، عيلته اصلا مش حلوه، وعيلتك كمان مش مرتاحه لعيلته، ففي مشاكل هنا ممكن تحصل بسبب اهالي. لكن رغم ده كله في هدنه هتاخدوها من بعض، تمام، تفصلوا من بعض كده شويه، والعلاقة بيبقى فيها زواج في الآخر، أو بتتم، أو بتصل للم الشمل، أو بترجع العلاقة تاني رغم المشاكل والخلافات العائلية. تمام. طيب نشوف امرأة برج الجدي المرتبطة أو في علاقة حب. شايفة إن في امرأة برج الجدي هنا، انتي هنا تقريبا بقى يعني انتي مرتبطة ومش مرتبطة، يعني انتي شايفة هنا إن انتي مع شخص منعزل، بتتخانقوا كتير، سيبني اهدى، ما تتكلمش معايا، خذلك، خيب املك. ممكن يكون الشخص ده كمان اكتشفتي ان في طرف، ممكن انتي اصلا انتي مرتبطة بواحد قالك انه سنجل واتصدمتي انه متجوز، وعرفتي ان في طرف تالت، وده بالنسبة لك خيانة وما تقبليهاش. فانا شايفة ان انتي بتنسحبي من علاقة بسبب ان الراجل اللي معاكي ده خبى عليك انه متجوز واتصدمتي فيه. فانا شايفه ان انتي بتنسحبي من هذه العلاقه رغم انه هيرجع وعاوز يتجوزك او عاوز يستقر معاك، الا ان انتي خلاص يعني انتي افكار سلبيه محوطاكي بان اسفه انا ما ارتبطش بشخص مخادع او بيلعب عليا، فانتي مقفوله جدا من طاقه هذا الشخص، بس هو متمسك بيكي جدا وعايزك. نشوف رجل برج الجدي المطلق أو المنفصل. رجل برج الجدي المطلق أو المنفصل، وضعه إيه هذا الشهر؟ طيب شايفة هنا إن رجل برج الجدي عنيد شوية، بتتقل،
هتتجنن على الست اللي انت سايبها، تمام؟ ممكن تكون دي زوجتك وعندك منها اولاد واطفال، بس انت هنا ايه يعني، مش مرن شوية، عنيد، يلا سابت لك البيت ومشيت، مثلا اتخانقتم بسبب ان انت مثلا طفولي شوية، بتتهمك بالاهمال، بتتهمك بالتقصير، فانت بتقول ايه، يلا الحمد لله مشيت براحتها يعني، فانت ايه عنيد، هي عنيدة وانت عنيد، وشايفة ان في بينكم حظر، يعني هي سابت لك البيت ومشيت وفي حظر هنا، فده المنفصلين. ايه اللي هيحصل بقى في العلاقة دي؟ هتطلع بقى من طاقة العند والسيطرة على المشاعر وان انت تقيل كده، وتبتدي ايه تاخد خطوة بان انت تروح تعمل حاجة، هتفكر في ولادك في اطفالك، فهيبقى عندك حنين لهذه العلاقة، هتعمل خطوات واضحة، مشاعرك هتتحرك، هتقول لا انا لازم اصلح، هتراجع نفسك مثلا، هتقول انا كنت مقصر، انا مثلا ما كانش ينفع اعمل كده. فشايفة ان في حركة مبادرة منك برجوع هذه ايه الزوجة. ده رجل برج جدي مطلق هنا، او عفوا منفصل، منفصل وليس مطلق، بس انتم متجوزين، تمام؟ رجل برج الجدي المنفصل، شايفة ان في رجل برج الجدي هنا سبب انفصالك تعدد علاقات، يعني هنا الست اللي كانت مرتبطة بيك دي انفصلت عنك بسبب ان انت مشهور معروف بتاع بنات، بقى بنات كتير بتتابعك، ففي غيرة هنا لان شغلك يعتمد على الشهر، في هنا رجل برج جدي معروف او مشهور بيتابعك، فانا شايفة ان الانفصال ده حصل بسبب ايه، تعدد علاقات، او انت عندك متابعين كتير، فيعني يعني الحبيبة هنا غارت، دي علاقة حب غارت يعني بتغير عليك، فما استحملتش ايه الوضع ده. فانا شايفة ان انت بتاخد خطوة يعني في رجوع وزواج، يعني انت بترجع للبنت دي وتقدم لها عرض الارتباط او الزواج، وشايف ان ده الحل اللي هيطمنها، او ده الحل اللي هيحسسها ان انا بحبك وعاوز اتجوزك، انتوا توأم روح يعني، مهما بتبعدوا بتبقوا لبعض. ممكن تكون حوت، سرطان، عقرب، أسد، قوس، حمل، تمام؟ البعض الآخر ميزان، ده له جوزاء. نشوف رجل برج الجدي المطلق أو المنفصل. طيب في هنا لم شمل لعلاقة عاطفية كان سبب فراقها الربط والتعاطي، يعني كان في طاقات سلبية هنا فرقت بينك وبين هذه المرأة اللي أنت بتحبها، ومريت بقى بجلد ذات ومش عارف هو حصل كده ليه، بعدتوا عن بعض ليه، كنت متردد، تيجي خطوة الجواز والارتباط تسحب، البنت بدأت تحس انك متلاعب، كل ده بسبب كان في طاقة سلبية متدخلة في العلاقة. شايفة ان في تحصيل حصل هنا، اشتغلت على نفسك، نظفت طاقتك، والعلاقة دي قدرية، في رجوع هنا لهذه العلاقة او عودة ليها مرة اخرى. ممكن تكون البنت دي جوزاء، دلو، ميزان او عذراء، حوت، سرطان، عقرب، ماشي. طيب نشوف الطاقة اللي بعد كده. امرأة برج الجدي المطلقة أو المنفصلة، امرأة برج الجدي المطلقة أو المنفصلة. طيب شايفة هنا إن في امرأة برج الجدي أنت منفصلة من خطوبة، يعني أنت فاسخة خطوبة أو كاتبة كتاب مثلا، شايفة ان هذا الشريك بعد فترة انفصال دامت شهور، 6 شهور، 7 شهور، خيب املك، جات خطوة الاتفاق على الجواز والارتباط بقى انسحب، حسيت ان العلاقة وقفت، خذلك كتير، ممكن تكون مامته هي اللي قالت له نفسخ الخطوبة، نخرب العلاقة دي، مش فارقة معانا وسيبها. شايفة ان في انتي منتظراه، انتي مش عارفة انتي عملتي ايه ولا ايه اللي خلاه سابك، انتي مش فاهمة. فشايفة ان في شفاء حصل للشخص ده، حصلت له صحوة روحية كده، فاق، عرف قيمتك في غيابك، ممكن تكون كمان شهرين، رجع لك ندمان وعاوز يخطبك او عاوز يجدد عرض الارتباط الرسمي معاكي تاني، ورجع لك عايز يحتفل معاكي بقى يا مناسبة عيد ميلادك مثلا، تمام؟ المهم ان هو رجع لك هنا بخطوة جدية او يرجع العلاقة من جديد. امرأة برج الجدي المطلقة والمنفصلة، شايفة هنا ان كان انتوا كنتوا متزوجين ومبسوطين، والعلاقة دي كانت متكافئة جدا، وانتوا كنتوا مترابطين وكنتي سند ليه وهو كمان، فشايفة العلاقة دي بصراحة كان فيها ربط وتعطيل. الزوج ده كان معمي، يعني دول متزوجين، الزوج ده كان كأن حد رابط عينه كده، لا يسمع لا يرى، مش مدرك اصلا غلطه، وممكن يكون كمان الشخص ده قارن بينك وبين ست تانية، انتي اكتشفت ان في طرف تالت، ف
ممكن العلاقة هنا منفصلين، يعني انتوا ما اتطلقتوش، العلاقة لسه هنا واقفة على انتي منتظرة منه هيعمل ايه، لكن انتي واخدة منه موقف او منسحبة من العلاقة دي، انتي مش حابة التلاعب اللي الشخص ده فيه، وما بتمر باضطرابات في النوم، ما بتناميش كويس، في سحر هنا متدخل خلى العلاقة دي انهارت واتدمرت رغم الحب. يعني في حب هنا مش طبيعي بينك وبين الزوج، ولكن في طاقة سلبية تدخلت للتفريق بينك وبين هذا الشخص. شايفة ان العلاقة دي هتتفتح لها صفحة جديدة وهترجع، ولكن هتاخد وقت، ممكن بقى ايه يعني يديها طاقة شهرين من الآن فيها رجوع واستقرار تاني. نشوف امرأة برج الجدي المنفصلة. امرأة برج الجدي المنفصلة شايفة هنا رجوع وبرد كرامة واعتبار ليكي قدام الناس كلها. الشخص ده بيغير عليكي، انتي طلبتي الانفصال وانسحبتي من العلاقة دي، وركزتي بقى على شكلك، على حياتك، على جسمك، على شكلك. الشخص ده خايف منك الآن، عارف انه غلط في حقك، بيغير عليكي جدا، هيرجع لك برد اعتبار، هيرجع لك برد اعتبار عشان ايه؟ وهيتكلم وهيتفاهم معاكي وهيواجهك، ورافض انك تسيبيه او تبعدي عنه لانه بيمر بوقت صعب. ومامته ليها دور في رجوعه ليكي، او اخته الكبيرة ليها دور في انها تتدخل. تمام. نشوف المتزوجين مواليد برج الجدي. المتزوجين مواليد برج الجدي، بسم الله الرحمن الرحيم. المتزوجين مواليد برج الجدي، مال ورقكم بيتقلب كده في ايه؟ اهدوا بس. في طاقات سلبية، في متزوجين هنا، في طرف تالت او امرأة خدت جوزك بسحر او بجلب او بجذب وربطته، يعني حتى ممكن تكوني ملاحظة ان هو كان ما بيقرب لكيش، حاسة بوحدة واهمال وانتي معاه. كل ده بسبب ان في امرأة تدخلت بسحر اسود اخدت زوجك منك، او عاوزة تاخده منك بكده. فشايفة ان العلاقة دي اصلا دلوقتي انتوا متزوجين ولكن في وحدة واهمال، والعلاقة دي للأسف مع يعني حاليا مفيش حب ولا تعلق. ليه؟ لان للأسف في امرأة نرجسية وسامة خطفت زوجك بطاقات سلبية، او ده لسه هيحصل، وللأسف هتعرف تجتذبوا ليها بهذه الطريقة. بس انا شايفة ان في كارما هيمر بيها هذا الزوج. كارما ايه بقى؟ كارما مثلا ممكن يجيله كارما في المال، مشكلة تتعمل في شغله توصله لسجن، البعض الآخر ممكن مشكلة صحية، فيعرف ان دي كارما ودعائك عليه، الى جانب ان هو كمان شخص غير مرن ومش معترف بأغلاطه وعنيد وهوائي وغير ناضج في التصرفات. فشايفة ان الشخص ده هيطلع من الطاقة العند والهوائية في التصرفات ويصلح العلاقة معاك، لانه مش عايزك تسيبيه، مش عاوز العلاقة يحصل فيها انفصال او بعد، متمسك بيك لان انتم توأم روح. الزوج المتزوجين من مواليد برج الجدي، نشوف في لسه في وقت. طيب المتزوجين من مواليد برج الجدي شايفة هنا ان في علاقة بتتحسن بين زوجين بطاقة طفل، يعني ممكن تكونوا انتوا هنا العلاقة هنا هترجع بخبر حمل للزوجة او بطفل، يعني ممكن تكونوا انتوا كنتم منفصلين وراجعين بقى، ممكن يكون حصلت طلاق ولسه راجعين. شايفة ان في خبر حمل او في خبر طفل، زوجك كده ممكن يكون مسافر او بيسافر وبيجي شغله في سفر مش معاكي في نفس المدينة او نفس المنطقة. شايفة ان في حمل للزوجة هنا وطفل، هيخلي العلاقة شفائية اكتر، او هيبقى وش حلو عليكم في الرزق. المتزوجين من مواليد برج الجدي شايفة هنا ان في احتفال بعيد زواج، يعني انتوا هنا متزوجين جداد، وشايفة ان العلاقة ممكن يكون ده شهر تاريخ كتب كتابكم، ففي احتفال وسفر هنا للبعض، او في احتفال هنا بتاريخ زواجكم. متزوجين مواليد برج الجدي شايفة ان في علاقة هنا بين متزوجين للأسف رايحة لطلاق وانفصال رسمي بمحكمة، يعني انتوا هنا رافعين قضايا، او الزوج هنا ناوية ترفع قضية طلاق على جوزها او الزوج، وفي فشل وخراب في العلاقة دي بسبب خيانة، يعني في زوجة هنا اكتشفت خيانة للزوج ورايحة ترفع قضية طلب طلاق، والزوج هنا حاسس ان العلاقة دي فشلت وخربت وهتنتهي. دي لسه يعني ده للمتزوجين.
طيب العلاقة دي رايحة فين؟ احتمال يكون سببها طرف تالت أو اكتشاف الزوجة لطرف تالت. انت ممكن تكون محاط بشلة أصدقاء سامين وسلبيين أثروا عليك، دخلوا في حياتك الطرف التالت دي كأذية ليك ولحياتك، مش بيحبوا لك الخير ولا السعادة ولا الاستقرار. انت دلوقتي هتبقى المتزوجين هنا في خوف، في عدم ثقة، في قلق لا العلاقة دي تخرب أو بتنتهي. لكن للأسف العلاقة دي أنا شايفة إن الزوجة مصممة هنا على الطلاق والانفصال. طب العلاقة دي رايحة لفين؟ فيها رجوع تاني بعقد جديد وفي خروج للطرف التالت. يعني العلاقة رايحة على إيه؟ رايحة لأن في صفحة جديدة هتتفتح ما بينكم، وهيقدرك ويحترمك هذا الزوج بعد فترة خسارة. تمام، شكرا، مواليد برج الجدي.